بسم الله ما شاء الله، هذه هي ملكة النحل التلياني في الجزائر. النقطة الحمراء هي توضح سن الملكة، يعني ملكة العام هذا عام 2023. كذلك عندما يضع النحال هذه النقطة الحمراء يستطيع رؤيتها أثناء الفحص، أثناء فحص الخلية يعني بسهولة، كل عام بلون. ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله. انظروا، هي تضع البيض الآن، تريد أن تضع البيض. تلقى عناية، هاي بيضة خارجة يعني مباشرة، هاي بيضة تخرج يعني من جسمها. سبحان الله، سبحان الله، يعني البيضة مباشرة، هاي البيضة سبحان الله، لم تضع البيضة في العين وبقيت ملتصقة. هاي البيضة، هاي سقطت البيضة، سبحان الله، ما شاء الله. تريد أن تبيض، الله يبارك، ما شاء الله، هي تريد أن تضع البيض.